في مشكلة معينة، خلينا نطلع على هاي المشكلة نشوف شو هي. رح ارسم بس الأشياء اللي أنا بدي إياها من هذا الـ DC motor. فهي عندي هون permanent magnet، وما غلبتش حالي، ما جبت الكترومغنت، جبت بيرمنت ماجنت كويس، وما بينت تكملة. ما تنسوا في الدائرة هاي لها تكميل، الدائرة المغناطيسية أنا برسم صغير جزء منها. هاي مش دائرة مغناطيسية كاملة، مظبوط؟ ما رح يصير في فلو بهاي الدائرة المغناطيسية، لازم يكون في باث يكمل. وعندي هون هلا جبت روتر وعملت له تصنيع الروتر هذا وحطيت فتحات فيه. وخليني هلا اخذ بس اللوب هاي، راح اخذ اللوب البسيطه اللي بنيناها هذه من هون، هاي بقابلها اللوب الثاني هون. بعدين خلينا نفترض انه الكرنت دخل عندي من هون وطلع من هون، خلينا نطلع اتجاه الفورس. طلعناها احنا بشوي، مين راح استخدم هذا؟ موتور، راح استخدم موتور افكت. هاي عندي ماجنتيك فلكس دنسيتي، الكرنت داخل بالصفحه هون، وين راح يكون الفورس عندي؟ راح يصير عندي فورس هون، مضبوط، او راح يتكون فورس وتورك، تورك بهذا الاتجاه. ونفس الشيء هون، هون راح ينعكس، عندي الفلكس راح يكون هيك، بس الكرنت الان هيك طالع من الصفحه، فراح تصير الفورس بهذا الاتجاه، راح اجمع الفورسز راح يعطوني تورك بهذا الاتجاه. كل شيء تمام لحد الان. وين المشكله اللي راح تواجهني؟ شوفوا ايش راح يصير لما هذا السلك يوصل النقطة هاي، هذا بنسميه نيوترال اكسس، لأنه بيفصل عماله البول عن الماجنتيك بول الثاني. لو فرضنا هذا السلك الآن تعدى النقطة هاي، وين إجا؟ نفسه هذا السلك خلص من هون وإجا هون، الكرنت إيش كان وضعه هون؟ داخل بالصفحة مش هيك؟ وهذا السلك كمان لف لف ووصل عند النقطة هاي، والكرنت كان إيه؟ طالع من الصفحة. شو راح يصير عندي الآن؟ طلعوا هلا هون، عندي هاي الفلكس بهذا الاتجاه، الفلكس هيك لانه عمودي على ال والكرنت داخل بالصفحه، ايش راح يصير التورك على هذا السلك؟ انعكس. والتورك على هذا شو المشكله هاي مش هيك؟ مش راح اكمل نص لفه. ايش لازم اعمل؟ كوميوتيتر. انت بتعرف اشياء كثير. ايوه تفضل، مين بده يسال سؤال؟ اتجاه المريض راح يصير مع اتجاه الفلكس مغطي في التورك. مين راح يصير مع اتجاه الفلكس؟ السلك لما يتحرك يصير زي البيض الصفر. طبعا هون عند النقطة هاي مشكلة ثانية، هاي مشكلة ثانية، بس هو في الانيرشا، يعني هاي ممكن انسان يتغلب عليها، بالانيرشا راح يكمل ما راح يوقف فجأة، مش هيك؟ الكل بيعرف شو الانيرشا؟ كأنها ماس يعني عم بتلف، الماس هاي لها سرعة معينة وفيها كينيتيك انرجي ما راح توقف فجأة. فبتمشيها هاي بتحلها، مظبوط كلامك. ايش اسمك؟ عبد الله. هو انه عند النقطة هاي هذا السلك مش راح يجي عليه فورس، مظبوط؟ لأنه الفلكس زيرو وهذا مش رح يجي عليه، بس هو في ماس ماشي ما رح اوقفها فجأة، تمام، بس هاي بتسبب مشاكل رح نحكي عنها بعدين، ما بقدر يعني رح يصير في عندي فلكشويشن في التورك، بس في عندي مشكلة أعوص أنا هلا هون، عندي مشكلة عويصة، أنا بلفيت 180 درجة وقفت هلا، هذا رح يحس بس يوصل شوي رح يحس التورك انعكس عليه رح يرجع، مش رح يكمل هاي. إيش لازم نعمل؟ نعكس اتجاه الشرق يوم الفحمات لما نفصل الأسلاك. تمام، بدي إشي علمي، بدي إشي علمي. نعكس اتجاه الثاني. بدنا نعكس اتجاه الكرنت، إذا بدي وسيلة معينة إنه أي سلك بعبر النيوترال أكسس، إيش لازم أأمن له؟ بدي وسيلة إنه أعكس اتجاه الكرنت فيه، فهذا بدي أعكس اتجاه الكرنت فيه لما يعبر النقطة هاي، وهذا بدي أعكس اتجاه الكرنت فيه لما يعبر النقطة هاي. شوفوا شو راح نعمل، راح ناخذ من هذا، خليني أحط هذا هون، راح أحط السلك هذا هون، راح أحط السلك هذا هون، راح أوصل هذا. خلينا نشوف بس الاسواره كيف راح تكون، بدها تكون بهذا الشكل. راح احط كلمة ستيشنري هون ستيشنري وهون روتيتنج، وهذا خلينا نقول حتى يدخل الكرنت من هون، خلي هذا مشبوك هيك وهذا مشبوك هيك. ايش هم هذول اللي زي حرف السي؟ كأني جبت اسواره وقصيتها نصين. اوكي ماشي واضح؟ فجبت اسواره معزوله عن الاسواره الثانيه، فكاني جبت شاف وركبت عليه بين هاي المنطقه وهاي المنطقه قطعه موصله، وبين هاي المنطقه وهاي المنطقه وصلت عليه قطعه موصله، بس الثنتين القطعتين الموصلات مش ضاربين ببعض، معزولين تماما عن بعض. هلا هذا بلف، شو جيت حطيت هون؟ حطيت قطعه جرافيت. الكل بيعرف شو الجرافيت؟ ايش الجرافيت؟ وين بنشوفه؟ بحياتنا. بقلم الرصاص. قلم الرصاص نوع من الجرافيت، ايش الجرافيت؟ هو عنصر ايش؟ اي عنصر؟ كربون. بس نوع من الكربون فيري سوفت.
مادة صوتك. لذلك انت عمرك ما بتكتب كان مش هيك؟ شو بيصير بقلم رصاص لما بكتب بقلم رصاص شو بعمل؟ مش بترك اثر؟ مش في جزء من ماده الرصاص نزلت اللي هو كربون مش رصاص يعني مش عنصر الرصاص على الورقه؟ مش نزلت على الورقه وهي موصله على فكره. فهذه عندي فيري سوفت ماتيريال وهي كمان سوفت ماتيريال، وبكون عندي زنبرك صغير. زنبرك صغير من هون. ليش الزنبرك؟ عشان يضغط، عشان بضغط هاي القطعه اللي بسموهم بالعاميه مين اللي حكى هون الفحمه. فهذه عندي هون قطعه الكربون وهي قطعه الكربون، فالزنبرك بيضمن انه يكون عندي ايش؟ بضمن لي بين هاي القطعه المتحركه والقطعه الثابته الكتريكال كوندكتيفيتي. ففي عندي كوندكتيفيتي كوندكشن بين هاي وهاي، كوندكشن بين هاي وهاي. فرغم انه هذا بلف وهذا ثابت في الكتريكال كونكشن بينهم، بس هاي الكتريكال كونكشن عم تتغير كل قد ايش؟ 180 درجه. فهذه الكوار عم بتلف. فلاحظوا هلا هذا السلك لما كان في المنطقه هاي كان موصول مع مين؟ كان موصول مع البلس، او خليني احطه هون بالفحم البلس، راح احطهم بالفحمه الماينس. واس معناها ستيشنري وار معناها روتيشنال. فراح صارت عندي هذا الطرف من السلك موصول مع هاي. فاذا بدي ارسمه الان زي ما رسمناه قبل شوي راح ارسمه بهذا الشكل هيك هيك هيك، وبعدين راح نرسم هذا فهذا بلف بهذا الشكل. هاي نص الاسوار هون تضرب بهاي لمده 180 درجه وهاي تضرب لمده 180 درجه. لاحظوا الكوميتيشن بوينت، الكوميتيشن معناها تعريف الكوميتيشن هو ذا ريفرسال اوف ذا كرنت في الوايندينجز حتى اقدر ادخل دي سي من برا. فلاحظوا على فكره الكرنت في الوايندينج هل هو اي سي ولا دي سي فعليا؟ خلال الفتره هاي كيف راح يكون؟ راح يكون داخل بالصفحه. خلال الفتره هاي شو راح يصير؟ طالع على الصفحه. خلال الفتره هاي راح يكون داخل بالصفحه. فكل وايندينج، الوايندينج نفسها شو بتشوف الكرنت اللي ماشي فيها؟ اي سي. المحرك شو بشوف الكرنت اللي داخل فيه؟ مين اللي سمح لي ادخل دي سي ويتحول لاي سي في الداخل؟ هو الكوميتيتر. فعمليه الكوميتيشن هي تحويل الكرنت الاي سي الدي سي الخارجي لاي سي في داخل المحرك من هون. هاي اسمها عمليه الكوميتيشن. هذول اسمهم الكوميتيتر او بنسميهم كوميتيتر سيجمنتس. وهدول اسمهم برشز. هما مش برش، هو مش فرشاية، بس اسمهم البرشز من هون. فهذه برش وهاي برش. فحطينا برش من هون برش من هون، وصلنا نلف من هون. وهلا لاحظوا كل ما مريت على بول في عندي كوميتيتر سيجمنت. تو بيرز اوف وان بير اوف بولز عندي وان بير اوف كوميتيتر سيجمنت. لو جينا ركبنا الان اربعة بولز كيف بقدر ابني اربعة بولز؟ نحط واحد هون، نحط واحد هون، نحط واحد هون. شو لازم يكون ترتيبهم؟ اذا هذا نورث ايش لازم يكون بعده؟ ساوث. قديش عدد البولز؟ قديش عدد البيرز اوف بولز؟ اثنين. هلا بصير عندي بهدول بصير عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة. لأنه السلك ايش عم بشوف؟ لمدة 90 درجة ميكانيكية عم بشوف نورث بول، بعدين لمدة 90 درجة ميكانيكية بشوف ساوث بول، بعدين نورث بول، بعدين ساوث بول. فصار عندي 4 كوميتيتر سيجمنتس أظن بدهم 2 برشز أو بصيروا يمكن 4 برشز. ماشي الكل فاهم فكرة الكوميتيشن؟ فكرة الكوميتيشن ضرورية وإلا المشين هاي ما كانت. هلا شو صار؟ لما هذا ينتقل من هون لهون شو بصير الكرنت فيه؟ لما يوصل هذا شو بصير الكرنت فيه؟ لأنه بصير موصول مع، وهذا لما يوصل عند النقطة هاي بينعكس الكرنت فيه لأنه بصير موصول معه. فصار عندي بوزيتيف فولتج من برا. هلا هون أنت اللي سألت عنه، الشاب اللي سأل هناك، هذا موتور. هلا مضبوط الكرنت بدخل من البوزيتيف، فدخل الكرنت هون عندي هيك، فدخل في الصفحة بهذا السلك وطلع من الصفحة بهذا السلك من هون، لأنه تغير الكونكشن لمدة 180 درجة. صار هذا السلك مشبوك مع هذا السيجمنت مع الماينس، وهذا السلك مشبوك مع. وبعدين لما برد برجع مره ثانيه، لما بعبر النيوترال اكسس هون مره ثانيه شو برجع بصير؟ بنعكس مره ثانيه وبنوصل مع الثاني اللي موجود هون. بس هذا لوان لوب، لوان لوب ايش قدرنا نعمل من هون؟ 180 درجه و180 درجه. اوكي واضح هاي؟